مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم في برنامج انا الاولمبي. في كل حلقه نسلط الضوء على رياضه متميزه وعلى اسماء شباب وبنات هذا الوطن الذين وضعوا بصمه مشرفه في هذه الرياضه فاعتلوا منصات التتويج المحليه والعالميه والاولمبيه. اليوم ان شاء الله بنروح معاكم الى رياضه العاب القوى وايضا الخماسي، واكيد هذه الرياضه قبلوا بلاء حسن ابنائنا وبناتنا الكويتيين فيها واعتلوا المنصات في المراكز الاولى ليحققوا الذهب والكؤوس متوجين الكويت بكل المراكز المتقدمه. خلونا في بدايه الحلقه نرحب ببطلتنا في هذه الرياضه وبطله المنتخب الكويتي لالعاب القوى والخماسي الكابتن قيروان البذالي. اهلا وسهلا كابتن قيروان. هلا والله. حياك الله. الله يحييك. أول شيء شكرا على قبول الدعوة وشرفتينا اليوم في برنامجنا الأولمبي. طول عمرك. خلينا نتكلم في البداية قيروان، أنت يعني الرياضة بديتي في 2017 تقريبا. كان في عمر كم؟ 26 سنة كذا. 25 سنة. ممكن متأخر شوي. لأن كنت أدرس فما كان عندي وقت. بس ان على اخر فترات صار فيني لا لازم يعني ما اهدم حياتي، اوكي قاعده ادرس بس لازم ادش يعني شيء يعني كهوايه او كروتين غير الدراسه. عالم الرياضه او قيروان شلون اكتشفت نفسها رياضيه؟ انا بلشت كرياضه عاديه ككسره روتين من الدراسه. بلشت فيها وبعدين كممارسه كنشاط يومي. بعدين لما صار الكورونا قعدنا بالبيت ماكو شيء، قعدنا نسوي رياضه بالبيت، قمنا نمشي بالممشى. عقب ما خلصنا كان صار فينا انه لا لازم نسوي شيء انه له مستقبل رياضي، مو بس رياضه عاديه، لا نقدر نسوي انجازات. فبلشت ان اشتغل على نفسي انه حق انجازات مستقبليه. احترتي في بدايه المشوار ايش تختارين رياضه؟ مبدئيا ولا عارفه ايش تبي؟ كنت اجرب. حلو. اجرب يعني وايد اشياء جربتها، يعني جربت الكروسفيت، كالستنكس، جربت جمباز، جربت اول شيء جربت الجري ما كنت مرتاحه ما قدرت اجرب، بس بعدين لقيت نفسي بالجري اللي هو اللي بالخماسي. بلشت الخماسي والحين قاعده اكمل بالجري. ما شاء الله عليك. يعني بديت الجري خلينا نقول وما حبيتي موضوع الجري، رحتي جربتي رياضات ثانيه. بالضبط. ونهايه المطاف رديتي للجري. بالضبط. لا شو اللي حببك في الجري؟ الجري حسيت ان شيء رياضه تقدر تسويها بكل وقت بكل مكان، صدق احنا بالكويت عندنا الجو مو شيء مرات، بس انه تقدر على الاقل بالجهاز تمارس الجري. فهذه يعني رياضه حق العمر تصير، وحتى وانا صغيره وانا كبيره ومستقبلا كلها اقدر اسويها. صحيح. ما ادري يعني يقولون دائما ان السباحه ام الرياضات، بس انا من وجهه نظري الجري يعني ام الرياضات كلها. الجري انا نفسي اشوفها صح، السباحه وايد زينه بس يحتاج لها نفس، يحتاج لها مسافات، يعني يحتاج لها مكان، بس عكس الجري، الجري عادي بكل مكان. بديتي بالجري، توجهتي للخماسي ايضا. اي بالخماسي، بلشنا خماسي، بلشت بالليزر رن. اول شيء بلشت اللي هو لعبتين اللي هو الجري والرمايه، وشاركت فيها بطولات. بعدها بلشت اللي هو دخلنا عليها اللي هو سباحه بياثل وترياثل، فشاركت هم فيها. باقي لي لعبتين عشان اصير خماسي كامل. ما شاء الله عليك. ان شاء الله يا رب. الخماسي وايد يعني قاعد يجذب، هذه الرياضه قاعد تجذب ناس من الشباب، رغم انه يعني ما شاء الله يا خمس العاب لعبه واحده. لكن فيها ميزه اكيد، يعني شو الميزه اللي لقيتها قيروان في لعبه الخماسي؟ الخماسي هي تحمل، كثر ما انك تلعب كثر ما انت قاعد تحمل. هو فيها تحمل، يعني حتى الجري ما يكون مساف ما يكون وايد سريع، يعني اوكي سريع بس مو السرعه اللي نفس العاب القوه. والرمايه ما يكون تركيز وايد نفس الرمايه العاديه، والسباحه ما تكون سباحه سريعه ولا سباحه اولمبيه يعني عدل نفس السباحه الاولمبيه. صح. فهي كل لعبه تكون اقل من مستوى اللعبه الثانيه، فاللي يحب يجرب ويحب الالعاب بشكل عام راح يستمتع فيها. قيروان تعتمد على التكنيك اكثر من السرعه يمكن. لا السرعه والنفس. والنفس اكثر من التكنيك. لانه مو مهم التكنيك كلش، اهم شيء انك تركض. واحتساب النقاط شلون طريقته في الخماسي؟ الخماسي اكتساب النقاط يصير ان الجري يشوفون كم الزمن اللي جبت فيه. مو مهم شو يسمونه رمايه، لان الرمايه عندك 50 ثانيه، يا تخلص بال 50 ثانيه يا قبل ال 50 ثانيه يا انك تنطر لل 50 ثانيه وتمشي. هذه بروح.
السباحة لا، مسافات معينة، نفس الشيء التايم، والمبارزة وقت نقاط على حسب الطقات. وكان قبل قفز حواجز بالخيل، الحين لا شالوه وصار عقبات. عقبات إنه نفس الشيء سرعة، المسافة تجتازها بسرعة معينة. فهذه كل النقاط بالجمعة آخر بالضبط. شيء تحسب الفوز. هذا بالنسبة للفردي تراواني، ها؟ هو فردي، في منه يصير إنه شخصين. زوجي. زوجي بالضبط، اللي هو مثلاً يكون نيا وصبي. لازم يصير إنه مثلاً خلينا نقول على الليزر رن. إنه بالأصل هي كم لفة؟ خمس لفات. حلو. خمس لفات. كل لاعب خمس لفات. كل الأصلية هي خمس لفات وبينهم رماية، أربع رماية بينهم. بس تصير لا، إذا كانت زوجي يصير مثلاً البنية ثلاثة الأولى، بعدين الصبي هم من ثلاثة. ست لفات. يسلمونها بعض. تمام. تصير ستة. هذا الزوجي. في فرق؟ لا، الفرق ما تصير فرق، تصير ميدالية مشتركة. مشتركة. فتصير إن مثلاً ثلاث بنات يكونون لاعبين، يجمعون الوقت أول ثلاثة، أول يعني إذا كانوا ثلاثة مشاركين من نفس الدولة، لأنه أغلبهم يكون عن نفس الدولة. صحيح. فإذا ثلاثة نفس الدولة وزمنهم أقصر، يعني كنت يجمعوا الأزمنة، يأخذون أقل أزمنة، فيصير مركز أول وثاني وثالث. حلو. ما شاء الله على ذكر الليزر رن، شاركتوا بالليزر رن وأخذتوا ميدالية برونزية أولمبية ما شاء الله. خلينا نتكلم عن هالمشاركة هذه. هذه مشاركة صارت سريعة سريعة. تقولين هذه قبل التصوير قلتي لي هذه أغلى ميدالية. هذه أغلى ميدالية صح، لأن هي بطولة عالمية تعتبر أول بطولة لي. سواء عالمية ولا محلية. خارجية أول بطولة مشاركة كانت. بالضبط، أنا شاركت أول شيء خارجية وبعدين شاركت محلية. العكس. عادة الرياضي محلي يطلع خارجي. بس لأن إحنا بالكويت ما عندنا الليزر. صحيح. فصارت أول شيء بطولة خارجية عالمية وبعدين بطولة خليجية. بعدين صارت محلية. سوينا محلية. فكانت البطولة إن أي سنة قيروان كانت؟ 2023. 2023 وين صارت هذه؟ ببريطانيا باث. ببريطانيا. حلو. منطقة باث. فكانت إن خذينا الميدالية المجمعة البرونزية. أخذتوها؟ إيه خذيناها كميدالية مجمعة. فكانت وايد تجربة حلوة. مشاركتكم، بدنا نتكلم عن ذكريات هذه المشاركة بما أنها أغلى ميدالية عندك. المشاركة صارت إن كنا مجهزين حق السفرة. كم عددكم كان؟ كنا أربع أشخاص. حلو. كنا ثلاث بنات وصبي. فكنا مجهزين حق السفرة وكل شيء، نحن بنسافر. قبلها بأسبوعين كان نقول خلاص ما إحنا مسافرين. اللي قال منو؟ إن من اللجنة الأولمبية ما نقدر نسافر وما راح نسافر. ظروف فنية. ظروف فنية وظروف مالية. كنسلت المشاركة. بالضبط. فتكنسلت المشاركة. ليه قبلها بيوم مين؟ كان أقول لهم أنا بسوي الفيزا احتياط. حلو. قالوا الباجي أوكي خلنا نسوي الفيزا احتياط. قبلها بيوم ليلة يعني قبل السباق بيومين كان أقول لهم أنا خلاص بحجز تذكرتي وبروح. أصلاً في واحدة هناك كانت رايحة سياحة. حضرونا مشاركة. بروح مشاركة. مشاركة. قلت في واحدة أصلاً رايحة سياحة. حلو. مع أهلها. فصار فيني خلاص كان أقول حق اللي معاي امشي خلينا نقص تذاكر ونروح. حلو. قصينا تذاكر وصلنا الساعة 8 بالليل اليوم اللي بعده كان سباقنا. شلون صارت؟ بسرعة. طلنا الساعة كم؟ الساعة 10 الصبح حجزنا تذاكر الساعة 3 الفجر. كل هذا على حسابكم؟ على حسابنا. الساعة 3 الفجر حجزنا التذكرة الساعة 3 الفجر، طلنا الساعة 10 وصلنا الساعة 8 اليوم الثاني العصر كان سباقنا. ولا تدريب قبلها ولا معسكر. بالضبط اسبوعين قاعدين كذا. ورايحين ما تدرون بتشاركون او لا. بالضبط، راح ناخذ ميدالية ولا ما راح ناخذ؟ اوكي مشاركين مشاركين. بس راح نفوز، راح ناخذ شيء تجربة. يلا جربنا والحمد لله. ما شاء الله، هذا الإحساس الوطني يعني دائما ما يميز اللاعب، مو بس القدرة الجسدية أو الذهنية، أيضا إحساسه في علم بلده. بالضبط. إنه شلون يرفع هذا العلم. أبي أتكلم عن لحظة رفع العلم لما أخذت البرونزية. شنو كان الشعور؟ هو إحنا يعني طبعا ما معاكم لا مدرب ولا إداري ولا ماكو فريق. ماكو بالضبط، كنا مشاركة خلينا نقول اجتهاد فردي ممكن. حتى العلم منهم، هم عندهم علم. فشاركتوا الأربعة طبعا. اي كلنا شاركنا. شاركتوا فيها. كلنا شاركنا. واخذتوا في الليزر رن. بالضبط. البرونزية. بالضبط. لحظة عزف النشيد الوطني الكويتي ورفع العلم وانتم على المنصة يعني على البوديوم. والله. شنو كان شعوركم؟ الشعور انهم اصلا احنا كنا يعني مثل ما احنا كنا مستانسين، الجمهور كان مستانس معانا لان احنا كنا الدولة الخليجية الوحيدة اللي موجودة. الوحيدة الخليجية اللي شاركت. عربيا كانت مصر معانا، بس خليجيا احنا اول دولة خليجية تشارك. مو بس يعني موجودة، بشكل عام اول دولة خليجية تشارك. ما شاء الله. فكانوا هم وايد مستانسين فينا، يعني حتى الجمهور كانوا هم الجمهور البريطاني قاعد يشجعنا. ما شاء الله عليكم. صراحة اللي يعرف قصتكم
وان انتم شاركتوا رغم كل الظروف ورغم كل المعوقات، رغم ان تبلغتوا ان ماكو مشاركه كويتيه، لكن اصراركم امام الاحساس بالمسؤوليه الوطنيه خلاكم تحجزون على حسابكم الخاص تذاكركم واقامتكم وتشاركون وتفوزون تبارك الرحمن. ثقي تماما ما يتراوالي يعني وجهه نظري الشخصيه، انتم ما سويتوا هذا الشيء ناطرين احد يقول لكم شكرا ولا ناطرين احد يقول لكم برافو عليكم. هذا احساس تولد عندكم موجود عند كل اهل الكويت، ان شلون اشارك، شلون ارفع علم بلدي، شلون احط بصمه. يعني احنا الدوله الخليجيه الوحيده في هذه البطوله رغم انها اولمبيه بالضبط، ورغم ذلك كله اصريتوا ورحتوا وشاركتوا وفزتوا الحمد لله. يعني انا صار فينا يعني احنا لما خذيناها صار فينا وصلنا خذينا يعني ميداليات، صار فينا احنا خذينا ميداليه احنا يعني زين ايش ورنا سافرنا يسفنا الحمد لله ان احنا سافرنا يعني صحيح الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. هذا دائما والله تحيي احنا هذا الاحساس في بناتنا وابنائنا الكويتيين ان ما يستسلمون بسهوله لاي معوق لاي عقبه لاي صعوبه، بالعكس يظل اسم الكويت هو الهدف ان شلون نوصله على المنصات. طبعا احنا مستمتعين بالحديث معك ومستمرين ان شاء الله وطاقه ايجابيه امانه. القيروان لحظه دخولك عندنا في اللوكيشن اعطيتينا طاقه ايجابيه، وانا متاكد الحين ان المشاهدين ايضا قاعد يلتمسون هالطاقه الايجابيه منك. بريحك بالفاصل ونكمل ان شاء الله. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا شيق مع بطلتنا الضيفه قيروان البذالي، خلكم معنا. ضيفة فقرتنا اليوم البطلة الأولمبية الكويتية قيروان البذالي، الرياضية الخلوقة والمبتسمة دائما. بدأت رحلتها في رياضة الكروسفيت ومارستها لعدة سنوات، ومن ثم اتجهت للفتنس ورياضة الكالستنكس. أصبحت بطلتنا قيروان البذالي لاعبة منتخب الكويت الوطني للخماسي الحديث البنتاثلون، واستطاعت في فترة قصيرة أن تكون بطلة أولمبية، وحصلت على الكثير من الميداليات الملونة، ومنها على سبيل الذكر الميدالية البرونزية في الليزر ران، حيث حققت المركز الثالث في البطولة المجمعة في باث بريطانيا، كما أحرزت المركز الأول في بطولة أبوظبي في الإمارات، وكذلك حصلت على عدة ميداليات في ترايثلون، واستطاعت أن تحرز المركز السادس في العالم في بالي إندونيسيا. حالياً ضيفتنا قيروان البذالي لاعبة ألعاب القوى في نادي الفتاة الرياضي، واستطاعت أيضاً أن تثبت نفسها في رياضة أم الألعاب، حيث حققت ميداليتين، الأولى ذهبية في سباق 1500 متر والميدالية الفضية في سباق 800 متر في عام 2024. ضيفتنا الأولمبية قيروان البذالي لاعبة لا تكل ولا تمل، تسعى دائما إلى التميز في كل رياضة تمارسها، ونحن في أسرة برنامج أنا الأولمبي نسعد باستضافتها وتسليط الضوء على مسيرتها الرياضية الحافلة بالإنجازات والعطاءات.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، مستمرين معاكم في هذا الإبداع وحلقة أنا الأولمبي اليوم حول رياضة ألعاب القوة والخماسي، وضيفتنا المتميزة بطلة المنتخب قيروان البذالي. قيروان حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك قيروان. طبعا يمكن تكلمنا في الفقرة السابقة عن مشاركتكم في البطولة الأولمبية اللي أقيمت في بريطانيا للعبة لزران، وما شاء الله تبارك الرحمن يعني أنجزت رغم كل الصعوبات. قلتي لي كان معاك شوق الصباح، شوق الصباح هي الفارس وأحمد الأمير، وأحمد الأمير وأنتم كنتوا أربعة، كنا أربعة، ثلاث بنات وصبي، ثلاث بنات صبي. طبعا مرة ثانية نجدد لهم التحية والترحيب، وأبواب البرنامج أنا الأولمبي تسعد باستقبالهم في أي حلقة يكونوا متواجدين معنا. الأسماء المميزة اللي قلتيها، لأن بالنهاية ما وضع هذا البرنامج إلا لتسلط الضوء على هالإنجازات المشرفة أمانة. بعد البطولة هذه طبعا هذه عطتكم يعني خلينا نقول دافع كبير بالضبط ان تستمرون. اي استمرينا والحمد لله. استمرينا، كانت شهر 8 وعقب ما خلصنا ردينا الكويت قعدنا ندرب مرة ثانية ما شاء الله، لان كان في عندنا بطولة ببالي بس كانت بياثل ترياثل اللي هو زيادة على الجري والرماية سباحة، فهم رحنا شاركنا فيها، بس هذه من اللجنة الأولمبية رحنا وفد، كنا بنتين وصبي ومعنا صبي صغير ما شاء الله، فكنا هم من أربعة والحمد لله شاركنا، وفيها أنا وزميلي أحمد الأمير خذينا السادس على العالم ما شاء الله، فخذينا مركز حلو. إيه سادس على العالم بالترياثل. دائما يقولون بطولات العالم العشر المراكز الأولى هي المقياس بالضبط. تكون فالسادس كان حلو الحمد لله جدا يعني، وهذه كانت بداية من اللجنة الأولمبية. اي بالضبط. هني طبعا مثل ما قلنا في الفقرة السابقة لما عاتبنا ويمكن اتفقنا انا وياك بالفاصل ان خلينا نقول عتب محبين يعني ان هذول عيال الكويت وبنات الكويت يستاهلون الدعم، مثل ما عاتبنا في البارت السابق في هذا البارت احنا نرفع القبعة كما يقال للجنة الأولمبية اللي ما قصرت، مجرد يعني تواصلتوا معاها تبنتكم الحمد لله ودعمتكم ووصلتكم لهذه البطولة أيضا على مستوى العالم، فلهم كل التحية بلا شك. تسلم. أكيد شلون دورهم معاكم متواصلين إلى الآن اللجنة الأولمبية؟ اللجنة الأولمبية الحين لا، إن صار الموضوع أن في لجنة وفي فريق، فحاليا لا اندمج اللجنة مع الفريق. حلو. فصرنا فريق مو تبع اللجنة، يعني خلاص استقليتوا كفريق نادي فريق بالضبط. خماسي لكم وضعكم ولكم، وأصبحت اللجنة بمثابة اتحاد بينكم وبين بالضبط. الحين صار إن أي بطولة أنا بنروح إن من النادي هو اللي يتواصل مع اللجنة. قبل لا كنا من اللجنة على طول دايركت من اللجنة. حلو. مستقطب النادي عدد من الشباب والبنات؟ هو يستقطب البنات بس إنه في مشكلة بالأماكن التدريب إحنا عندنا، فإحنا منطقة تعتبر بعيدة كتدريب، ففي ناس وايد ما يقدرون يجون للمكان يتدربون فيه. فهذه كانت المشكله يعني حق ال يعني محتاجين موقع مثلا بالضبط تقريبا، لان حتى احنا بس عندنا باللجنه الاولمبيه تعتبر اللجنه الاولمبيه مكانها بعيد بالنسبه حق اللي مناطقهم الثانيه. اي فهذه كانت مشكله حق اللاعبين بالضبط. والله بيني وبينك قيروان يعني يمكن كثير من الانديه تعاني من نفس هذه خلينا نقول الصعوبه، لكن ان شاء الله ما زالت جهود اللجنه الاولمبيه هيئه الرياضه يعني قائمه على قدم وساق كما يقال لتذليل هذه الصعوبات، وان شاء الله قريبا ايضا يعني يحوشكم الخير باذن الله في توفير الصالات لكم ان شاء الله. طيب ما في تعاونات بينكم وبين الانديه مثلا القريبه ان تستغلون صالاتهم مضاميرهم مثلا في التمرين؟ لا ماكو ولا شيء، ماكو ولا تعاون ولا شيء، بس كنا نيجي اللجنة الأولمبية نتدرب فيها يعني كسباحه وكجري ورمايه كنا نتدرب مني. حلو. بس تحولتي من خلينا نقول من الخماسي الى الجري بالضبط، رجعتي للعشق القديم العاب القوه يعني هذا التحول اللي تراوالي مو تحول كبير، هو في نفس الدائره يعني الخماسي او العاب القوه هي مكملة البعض، لكن ليش تفرعتي لألعاب القوة الآن؟ رحت ألعاب القوة لأن إحنا هني بالكويت ما عندنا ألعاب لعبة محلية بالنسبة حق الخماسي، كجري كألعاب قوة موجود أقدر أشارك محليا، بس كخماسي ما في محليا صحيح. فعشان كذي أنا ظليت دشيت ألعاب قوة، دشيت نادي، دخلت نادي وشاركت سباق الطريق اللي يكون عند ملعب جابر الأحمد، وشاركت بالبطولات اللي تكون
مضمار الرجدان. فالحمد لله أول مشاركة لي كانت يعني ما أخذت فيها ميداليات ولا شيء، بس آخر مشاركة الحمد لله أخذت فيها ميداليات ما شاء الله. آخر مشاركة كانت وين؟ كانت هني بالكويت برمضان، محلية. كانت أول أسبوع رمضان كانت. فأخذت الذهبية بالألف بالمئة وخمسين الألف وخمسمية، وخذيت فضية بالثمانمية. هذا كله جري؟ جري. بس إنه شنو اللي فرق معي بالجري؟ صار إن الموضوع قبل لما بالخماسي بالليزر رن مهم الجري والسرعة زي مهمة، بس بالعاب القوة لا، لازم يكون السرعة أكثر، لأن أنا خلاص راح أنتهي من دورة واحدة وبس أوقف. بالخماسي لا، لازم يعني أركض بعدين أوقف حق الرمي، أركض وأوقف حق الرمي، فلازم ما أعطي كل الباور. بس بالجري لا، لازم أعطي كل الباور بالسباق. فهذا اللي فرقت معي. طيب كثير يعني يمكن استضفناهم في برنامجنا قيروان من أبطال الخماسي، تقريبا يعني الأغلبية أجمعوا على أن ما زالت لعبة الخماسي أو رياضة الخماسي خلينا نقول تحتاج إلى اهتمام أكبر، إلى أعداد أكبر من اللاعبين. صح، لأن لما تصير المشاركة كثلاث لاعبات ممكن أن احنا نأخذ ميدالية أسهل من أنا كلاعبة بروحي أخذ. أنا أقدر أخذ لاعبة كبروحي، بس لما أكون ثلاث بنات مع بعض نقدر نأخذ ميدالية مجمعة أسهل لنا. صح، هذه النقطة. والنقطة الثانية، في عندنا مشكلة مو بس استقطاب اللاعبين، عندنا مشكلة ان مكان التدريب. يعني احنا حين لما احنا شاركنا ببالي كنا داخلين ببحر سباحة ببحر، فاحنا لازم تدريبنا يكون ببحر. صح، هني بالكويت ما اقدر اروح ادرب على البحر. صح، مو باي مكان. صعب. اي مو صعب، فيعني ما في مكان 24 ساعة البحر موجود، ولا يعني مكان اقدر انا اخلص سباحة بعدين ابدل، وهذا ما اقدر. فلازم اتسبح وخلص اركب سيارتي على طول ارد بيتنا. طيب. ما أقدر أكمل تدريبات، فهذه كانت هم النقطة. في اهتمام خليجي في هذا الرياض؟ حالياً إيه، حالياً إيه، صار لهم هالفترة هذه يبلشوا كلهم، حتى شاركت بطولة معاهم بأبوظبي وخذيت مركز الأول ذهبية فيها بالليزر رن. هذه سافرت الصبح أنا وأنا، كنا ثلاثة، أنا مع فاطمة أبو شهري وأحمد الأمير، ثلاثتنا رحنا. سافرنا الصبح وصلنا أبوظبي، قعدنا تغدينا ريحنا أساس ندش البطولة. خلصنا البطولة بالليل، ركبنا ردينا الكويت. ما شاء الله، طيارتنا يوم واحد أخذت الذهبية ورديته. بالضبط. ما شاء الله عليكم. تو والله العظيم يمكن حتى في الفاصل تكلمنا قيروان أنا وياك، يعني قلنا أوكي في الرياضة عموما بالعالم كله فيها صعوبات وفيها معوقات وفيها ظروف ممكن تحوش اللاعب، ممكن تحوش المنشأة، تحوش اللجنة، تحوش الهيئة، لكن تكون ظروف عرضية خلينا نقول مو محسوب حسابه. لكن لما اللاعب الكويتي اليوم يوصل إلى هذه المراكز وما يلقى دعم، هذا مو عرضي، هذا يخلينا نزيد شيلة الحب وشيلة الرسائل للمسؤولين، نقول لهم بكل حب أبناء الكويت وبنات الكويت يستاهلون الدعم، يستاهلون الاهتمام أكثر، الالتفات أكثر. يعني اليوم قيروان ما شاء الله في بطولة أولمبية في بريطانيا أخذت برونز، هي ومجموعتها وفريقها اللي معاها، رغم أنها على حسابهم. شاركت في أبوظبي أخذت ذهبية أيضا مع جروبها، رغم أنها على حسابهم. فما بالك لما يكون في دعم لكم. بالضبط، فيصير الدعم وايد مهم. يعني إحنا لو يكون مثلا الدعم يعني يمكن نشارك بطولات أكثر. صحيح. شوفي دائما والله العظيم أعول على المسؤولين في الرياضة، في مجال الرياضة أصدورهم مفتوحة قبل مكاتبهم، ويعني معظم عشان ما أبالغ اللي طلعوا معنا في أنا الأولمبي وصلوا رسائل عتب وحب للمسؤولين، بعدها لقوا كل الاحتواء، وإن شاء الله يا رب يكون لك نصيب من هذا الاحتواء أنت وزملائك في الفريق أيضا. يعني اليوم قاعد تمثلون الكويت تمثيل مشرف والله. شنو استحقاقاتكم القادمة بما أننا نتكلم وجود إن شاء الله المسؤولين من باكر يعني يكلمونكم ويعطونكم الدعم والمعسكرات اللي محتاجينها، شو استحقاقاتكم القادمة في المشاركة إن شاء الله؟ الخماسي إن شاء الله في عندنا بطولة شهر 6، بداية شهر 6 إن شاء الله. هي ليزر رن، في ليزر رن وفي خماسي كامل. وين بتصير هذه؟ بالصين. بالصين إن شاء الله. فبالضبط اليوم أنا سألة عن الموضوع، فقاعد أقول إذا ما راح يودونا إن شاء الله أنا راح حاسب حساب إن أنا بروح. لا لا إن شاء الله. إن شاء الله. قيروان أنا متأمل، أرجع وأكرر إن دائما ما نقول حتى مسؤولين، نقول إخواننا في مجال الرياضة اللي بيدهم القرار إن شاء الله بعد الحلقة هذه راح يلتفتون لكم بإذن الله،
وراح تشاركون بالصين بإذن الله. بإذن الله. وبإذن الله وثم دعم القيادات الرياضية في دولتنا الحبيبة أن يوفروا لكم المعسكر والدعم للمشاركة 1-6 في الصين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وراح تجيبوننا الذهب مثل ما عودتونا. إن شاء الله. بإذن الله. خلينا نتكلم عن قيروان ايضا هالكوكبة الجميلة من الميداليات، رغم ان انت تقولين حسافة ما جبت الكاس وياي. الكاس هذا محلي صح؟ كاس محلي، بطولة محلية هني كانت باللجنة الأولمبية ليزرن، والحمد لله اخذت فيها من المركز الاول اللي هو الذهبية. ما شاء الله تبارك. فكانت مسابقة حلوة بس ان الكاس نسيته. وجودك هو يغني عن الكاس معنا اليوم. ايضا مجموعه من الميداليات شاركتي فيها، خلينا نمر عليها يعني اهم المحطات والبطولات اللي شاركتي فيها. يعني هني كان هاكاثون، هذا شيء ثاني يعتبر عن الرياضه بس انه شيء اداري تجمع اكثر. تجمع رياضي خلينا نقول. بالضبط، تجمع رياضي، شيء اداري اكثر من هو رياضي يعني. حلو. كعملي. هني هذه بطوله سباق طريق. طبعا ميداليتين لان المركز الاول احنا كفريق كنا ماخذين المركز الاول، وكلاعبه اخذت من المركز العاشر يعني مجموع، واخذتي فردي. بالضبط. حلو. فالبرونزيه لا هذه البرونزيه اخذتها كانت 1500 كانت 1500 ثاني مره اشارك جري. جري اي 1500 متر. الفضيه كانت شو اسمها 800. حلو. وهذه مالت بريطانيا ما شاء الله. والذهبيه اللي بالابو ظبي الليزر رن، والذهبيه 1500 بالكويت هذه تبعها كانت، والفضيه نسيت ما شاء الله ما لو مستنسين يعني. نسيت الفضية. وهذا طبعا قيد من فيض، هذا يعني جايبه مجموعه بسيطه اللي في البيت اكثر. هذه بس سنه واحده. سنه واحده هذه. هذه حق سنك واحده بس. والله يبارك لك ان شاء الله واحدة. ويبارك عليك وعلى اخوانك وخواتك الرياضيين اللي دائما لا يقلون عن هذا الطموح اللي موجود عند قيروان. قيروان ما زلنا ناخذ منك الطاقه الايجابيه ومستانسين والله على الحديث يعني الايجابي الرياضي اللي قاعد يبين الاراده الكويتيه عند البنت الكويتيه وعند الشاب الكويتي. بنريحك ان شاء الله فاصل ونكمل ان شاء الله حوارنا الشيء. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا مع البطلة قيروان البدالي، خلكم قريب ولا تبعدون. ألعاب القوة أو رياضة المضمار أو رياضة الميدان مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، وتنقسم إلى رياضة القفز والرمي والجري والمشي، وتعد أيضا واحدة من الألعاب الأولمبية. ويعود تاريخ بداية ألعاب القوة إلى إنجلترا عام 1154 ميلادية، وتم إنشاء الملاعب الرياضية للتدريب في لندن لأول مرة. وفي تقريرنا هذا نود شرح أنواع ألعاب الجري، ومن أبرز أنواع الجري الجري السريع، حيث يتطلب الجري السريع الجري لمسافة قصيرة والتي تتضمن مسافة 400 متر و200 متر و100 متر. وفي هذا النوع من السباق يكون العداءون واقفين في وضعية ثابتة. هناك أيضاً الجري لمسافات متوسطة، وتتراوح مسافات الجري لمسافات متوسطة ما بين 800 متر إلى 2000 متر. وتعتبر بعض المنظمات الرياضية أن مسافة 3000 متر هي مسافة متوسطة، وكلما طالت مدة السباق زادت الحاجة إلى مزيد من القدرة والتحمل.
وعادة ما يكون المتسابقون في المسافات المتوسطة قادرين على أداء جيد سواء كانت المسافة قصيرة أو طويلة. وهناك أيضاً الجري لمسافات طويلة، حيث يوجد اختلاف في الآراء حول الخط الفاصل بين المسافات الطويلة والمسافات المتوسطة. وعادة ما تتراوح المسافات في الجري لمسافات طويلة 3000 متر أو أكثر، وهي تشتمل على الماراثون والموانع والتزلج. وفي هذا النوع من السباق تقل أهمية السرعة وتزداد أهمية القدرة على التحمل، وكلما طال المدى قل حدوث ركلة نهاية المعروفة في نهاية السباق. أيضاً هناك سباق الجري بالتتابع، ويتضمن الجري بالتتابع سباقي 4 في 100 متر و4 في 200 متر، وتحتوي كل جولة على 4 متسابقين. يحمل المتسابق عصا لمسافة 25% من المسافة الإجمالية قبل الوصول إلى المتسابق الثاني. والجري في وجود الحواجز، حيث يوجد الحواجز ويجري المتسابقون فوق 10 حواجز، وتتراوح المسافات للرجال ما بين 110 أمتار و 400 متر، وبالنسبة للسيدات فتتراوح ما بين 100 متر و 400 متر. ويخرج المتسابق من المنافسة إذا خرج خارج منطقة اللعب أو إذا لامس الحواجز. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، مستمرين معكم حلقتنا المتميزة اليوم من أنا الأولمبي حول رياضة ألعاب القوى والخماسي. أيضا هذه الرياضة اللي ما شاء الله وضعوا بصمة مشرفة أبنائنا وبناتنا الكويتيين فيها فاعتلوا المنصات. خلونا نرحب بضيفتنا في هذه الحلقة البطلة لعبة المنتخب قيروان البذالي. حياك الله قيروان. الله حيك، تسلم. قيروان ما شاء الله بيدي شهادة، يعني صراحة فخر، أنا أعتبرها فخر. هذه مشاركتك في طبعا اجتماع لجنة الهاكاثون في رياضة المرأة الخليجية اللي أقيمت في سلطنة عمان في 2/3 من هذا العام، وما شاء الله يعني مصورنا ناخذ لقطة للشهادة. هذه طبعا مشاركة فعالة مشرفة كويتية أيضا، فخر يضاف أمانة للإنجازات الكويتية اللي نفتخر فيها. نبي تكلمينا عن هالمشاركة. البداية راح أتكلم عن الهاكاثون. الهاكاثون أصلا هي فكرة إدارية أكثر من هي عملية من ناحية الرياضة. فالهاكاثون هي مجموعة أفكار وتتطبق، فإحنا صار الموضوع أن سلطنة عمان بلشوا فيها أن صار أن مشاريع تخص الرياضة بالنسبة حق المرأة، شنو الأشياء اللي ممكن تساعدنا أن إحنا نطور الرياضة بالنسبة حق الخليج بشكل عام. فإحنا رحنا شاركنا 4 بنات من منتخب الكويت، من الكويت أغلبنا كنا لاعبات وواحدة منا كانت إدارية مذيعة ما شاء الله. فكنا أنا وكانت قماشة صفران ومعاي لولو الصقر ومعاي إيمان الحسينان، إيمان الحسينان. فرحنا أربعتنا هناك وشاركنا معاهم، وكان نظام عن يومين من ناحية يعطونا مثل ندوات ورش عمل، خلينا نقول ورش عمل، وبنفس الوقت نسوي برنامج. يعني سوينا احنا خطة ومشروع داخل المكان بنفس الوقت، بيومين سوينا مشروع كورقة يعني عمل لكم، كورقة عمل بس انها فيها كانت ان جوائز، مو جوائز، ان فيها ترتيبات، فخذينا المركز الثاني فيها. ما شاء الله كافضل ورقة عمل يعني شاركت كافضل ورقة عمل هم كمشروع، مع انه هو كان قال لي لنا ان كمشروع انتم افضل شيء، بس لان احنا اغلبهم كانوا مجهزين. احنا لا، باليومين هذا اللي سوينا كل المشروع. حده
يعني قبل البطولة بيوم قبل المؤتمر بيوم. طبعا تحية بلا شك يعني لسلطنة عمان أشقائنا وكل القائمين على الرياضة هناك أيضا والشعب العماني الحبيب. ونخص بالشكر أيضا رئيسة لجنة المرأة العمانية للرياضة السيدة الفاضلة سناء البسعيدي اللي كانت هي يمكن رئيسة اللجنة المنظمة في هذا الملتقى. أيوة أحب أشكرها وأحب أشكر جميع المنظمين هناك لأنه كان جدا منظم ووايد يعني استفدنا من الموضوع ووايد كانوا مركزين على كل التفاصيل اللي موجودة هناك. شنو أهم النقاط اللي طلعتوا فيها من الملتقى؟ طلعنا بمشروع وايد حلو يعني لو يطبق بالكويت هني وايد راح يفيد. أول شيء مشروعكم أنتم شنو اللي شاركتوا؟ إحنا كانت الفكرة إن مشروعنا شنو الشيء أغلبنا كنا ثلاثتنا رياضيين والرابعة مو رياضية بس بنفس الوقت هي كانت رياضية سابقة فصار الموضوع إن شنو الشيء اللي اللاعب يخاف منه؟ الشيء اللي يخاف منه اللاعب هو الإصابات. صح. فكانت الفكرة إن شلون نتجنب الإصابات؟ فالفكرة من ناحية تجنب الإصابات لازم يكون عندك مدرب زين. صحيح. فشلون تحصل مدرب زين؟ لأن هني بالكويت عادي تحصل أي واحد يقولك أنا مدرب. فهذا الشيء يعني ممكن يعرض اللاعب حق الإصابات. فالفكرة تصير إن المدرب نفسه يطلع الليسن ماله من اللجنة الأولمبية. حلو. فهو بنفس الوقت التدريبات تصير باللجنة الأولمبية واللجنة الأولمبية توزع المدربين بالنوادي الخاصة. فهذا كانت مشروعنا. أنت سحبتيني إلى موضوع التدريب. أنا أعرف أن أنتم الآن ما شاء الله قاعد تدربون بعض. بالضبط يعني نوعا ما تدرب بعض كنوع من الاجتهاد الشخصي لأن ما عندكم مدرب الحين. حاليا في مدربين بس أنه كل مدرب متخصص حق شيء معين. فمدرب حقنا إحنا بالضبط لا ما في. ماكو مدرب وإن شاء الله يا رب. هذه أيضا من الصعوبات اللي قاعد تواجهكم وتتذلل لكم إن شاء الله. تقولي لي قبل شيء شنو اللاعب يخاف منه الإصابات. بالضبط. والله الحين اللاعب صار يخاف من التفرغات أكثر صار يخاف من الدعم أكثر يعني. لأن هني بالكويت يعني كلاعب لما ياخذ تفرغ رياضي يغير يعني كتقييمه بدوامه يطيح. صح. وبنفس الوقت لما يكون يخاف التفرغ. ما ياخذ تفرغ رياضي يعني أنا مرة قالوا لي قلت لهم ما أحتاج تفرغ رياضي خلوني أداوم. قيروان أنت ما شاء الله تبارك الله فوق إنك بطلة لا إله الله عليك الله يبارك لك إن شاء الله سلام. رياضية أيضا مهندسة ما شاء الله ميكانيكية ما شاء الله يعني أبدعتي في هذا المجال بلا شك يعني تطرقتي إلى التفرغات اليوم كموظف أو موظفة شلون قاعد يعني تسقين بين عملك ورياضتك؟ دوام صبح. صحيح. دوام طبيعي. تمام. خلص دوام نرد البيت نتغدى نريح ليل المغرب هني بلش روتين رياضة. فأغلبنا يكون يعني بعد الغداء ولا فترة العصر يأخذها مثل بريك ينام يرتاح بعدين نبلش نمارس رياضتنا مثلا من الساعة 6 المغرب للساعة 9 يكون هذا وقت الرياضة مالتنا. حلو. فغالبا كذي. الله يقويكم إن شاء الله. طبعا ويمكن شفنا قبل شوي لقطات من الفيديو مشاركتكم في سلطنة عمان. خلينا نوجه تحية كبيرة جدا لسعادة الشيخة نعيمة لأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الرياضي. أنا شفتها بالفيديو معاكم أحضرت أيضا في هذا الملتقى في عمان وكان لها أيضا إسهامات ودور كبير في دعمكم في هذا الملتقى. بالضبط. فكان وجودها اصلا دعم وايد كبير لنا يعني حتى نحن كنا قاعد نستشيرها نقول لها ايش رايك بمشروعنا حلو كانت تقول والله حلو مشروعكم اي وكذي. عرضت عليها المشروع قبل عرضنا عليها لما خلصنا قررنا شنو مشروعنا وشنو بنعرضه وبنقوله قلنا لها ان مشروعنا كذي ايش رايك تقول وايد حلو تطبقونه قلت لها الحين خلينا نعرضه وان شاء الله اذا ردينا الكويت نشوف التطبيق. طبعا يعني احنا مهما تكلمنا شيخة نعيمة شهادتنا فيها مجروحه امانه. هذه الام الفاضله هذه الاخت العزيزه بنت الكويت اللي امانه يعني اسهمت اسهام كبير في رفعه مستوى رياضه المراه الكويتيه. تتواجد اينما تواجدت الفتاه الكويتيه لدعمها ولتسخير كل الصعوبات امامها. فرساله حب للشيخه نعيمه وان شاء الله يعني في القريب العاجل ان شاء الله تكون ضيفتنا ايضا في انا امي باذن الله. شو تقولي لها كلمه ولكل من قدم دعم للرياضه الكويتيه بشكل عام وللرياضه النسائيه بشكل خاص الكويتيه؟ احب اشكر كل شخص يدعم الرياضه بشكل عام سواء النسائيه ولا مشتركه يعني. واتمنى بس ان يصير في اقبال من البنات حق الرياضه. هو صدق ان مرات يكون في تعثر ولا يكون ما في مكان ولا صحيح. وين تتدربين ولا هذا بس انت لما تحاولين ولا لما تجربين
راح يمشي معاك ان شاء الله الموضوع، وحاولوا لان بالمحاوله يعني انا بدايه جربت الجري ما عجبني، بس الحين انا كله جري، فيصير الموضوع بالمحاوله والتجريب. يعني شوفي دائما في مقوله تقول يعني النجاح حلو طبعا، لكن احيانا شرف المحاوله يكون اهم من النجاح. فكثير من العلماء ومؤسسين نظريات العلم على يعني مر التاريخ نالوا شرف المحاولة رغم عدم وصولهم إلى نتائج، لكن يقول لك نال شرف المحاولة. بالضبط. فهذا شرف بالذات لما يكون المحاولة لإيصال علم الكويت للمنصات وللتتويج، هذا أكبر شرف. لا، لأن مجرد المشاركة تعتبر نجاح. صح. بالنسبة لي يعني عقب التجربة اللي صارت لي حاليا، بس إني أنا التجارب قصدك التجارب اللي مريت فيها، إنه مجرد المشاركة هذا إنجاز بالنسبة والله لي. والله يا قيروان أرجع وأقول لك يمكن مثل ما قلت لك تحت الهواء، إنه يعني نحيي الروح الكويتية اللي فيك، نحيي هذا الإصرار اللي ما شاء الله مغموسة في غمس دائما، يعني تفكيرك باسم الكويت، وهذا يعتبر أكبر وأجمل دافع لوصولك دائما لمنصات التتويج وللقمة. الله يوفقك إن شاء الله. طبعا الحديث شيق معك. تسلم. وما كنت أتوقع أني أسترسل في هذه الأريحية أمانة، لأن يعني أخوي عبد العزيز عدوان لما بلغني قال لي مشاركتها بدأت في 2017، قلت حديثة يعني المشاركة، يعني العمر الرياضي 7 سنوات، فممكن يعني نخلص الأسئلة سريع سريع، لكن ما شاء الله لقيت عندك عمق ثقافي ورياضي وفكري وإنساني يخلينا نستمر حلقات معك. الله يحفظك وشكرا لك. وكلمة أخيرة أشكركم بشكل عام على ضيافتكم لي ومعطيني تعطيتوني المجال أن أتكل عن مشاركاتي، وتسلمون وما تقصروا. الله يحفظك يسلمك، وإن شاء الله يا رب ما تكون هذه طبعا الفرصة الأخيرة، هناك فرص قادمة تكونين معنا في نفس البرنامج إذا الله أحيانا، وتبشرينا في بطولات أيضا جديدة حصلت عليها مع أخوانك وخواتك في هذه الرياضة. شكرا قيروان. إذن شكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودائما تحفيزكم تشجيعكم لنا ولهذه الكوكبة الرياضية من أبناء وبنات الوطن، والدافع الأكبر لوصولنا دائما إلى التميز والإبداع. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم ورياضة جديدة وحلقة جديدة من أنا الأولمبي. إلى ذلك الحين فريق العمل يستودعكم الله، إلى اللقاء.